يعد الإمام البخاري أحد كبار علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة وصاحب كتاب الجامع الصحيح. نشأ يتيما وطلب العلم منذ نعومة أظافره، ثم رحل في أرجاء العالم الإسلامي للقاء العلماء والشيوخ. أقر له أقرانه وشيوخه ومن جاء بعده من العلماء بالتقدم في الحديث وعلومه. تتلمذ على يده كثير من كبار أئمة الحديث، على رأسهم مسلم بن الحجاج وابن خزيمة والترمذي وغيرهم، وهو أول من وضع في الإسلام كتابا مجردا للحديث الصحيح. وفي هذا الفيديو سنعرض لكم ترجمة الإمام البخاري ومواقف من حياته. وعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ويعود نسبه إلى منتقد بخارى، أما أصوله فهي من بلاد فارس. ولد سنة 94 وتوفي رحمه الله 56 للهجرة. كان موضع تقدير من شيوخه وأقرانه، فتحدثوا عنه بما هو أهل له وأثنوا عليه ثناء عظيما. قال ابن حجر: ولو فتحنا باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. اشتهر بالدقة في رواية الحديث، حيث كان لا يقبل إلا الحديث الصحيح. نشأت في عصره مسألة القول بخلق القرآن فسببت فتنة عظيمة واندلعت نارها وعم خطرها، ولم يسلم البخاري من هذه الفتنة. فلما دخل نيسابور استقبله الناس بالحفاوة والتكريم العظيم، والتف حوله طلاب العلم والمحدثون، حتى هجروا مجالس المحدثين الآخرين مما كان سببا في إيغار صدور البعض عليه، فأرادوا صرف الناس عليه فطرحوا مسألة خلق القرآن. توجه الإمام البخاري عائدا إلى بخارى بعد خروجه من نيسابور، فمكث بها مدة يحدث في المسجد، فأرسل أمير بخارى أن يحضر إليه ويقرأ كتبه على أولاده، فامتنع من ذلك إلا يحابي ناسا دون آخرين، وكان هذا سبب الوحشة بينهما. فأمره الأمير بعد ذلك بالخروج إلى بخارى، فخرج منها بعدها إلى قرية من قرى سمرقند وأقام بها مدة، فمرض واشتد مرضه. توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر، وكان عمره آنذاك 62 سنة، وقبره معروف إلى الآن وله ضريح مشهور في سمرقند.